بالرغم من مرور أكثر من 50 عاماً على وفاة الزعيم النازي أدولف هتلر، إلا أنه لا يزال الغموض يشوب فترة حياته وحكمه، والتي تهم الكثيرين من الباحثين والمؤرخين. فهناك جانب خفي من حياة هتلر وشخصيته لم نهتم بمعرفته. بالرغم من أن هتلر لم يتزوج قط، إلا أنه كان مرتبطاً عاطفياً بالعديد من النساء، وكان مهووساً بالجنس الآخر، ولم يخف نزواته النسائية، فلم يكن يكره النساء كما أشاع عنه. فكان يدعو العديد من الممثلات الشابات إلى منزله في السنوات الأولى من سلطته، وكان دائم المديح للنساء الجميلات. أما بالنسبة لنجمة السينما فقد كان له ذوق خاص، فكان يفضل أولغا تسيتشوفا وبيرغريت هورني وفرقة البوند دويتش الماندل النسائية التي تقدم عروضاً في المسرح، بينما لم يكن الزعيم النازي يهوى النساء التي ينخرطن في الحياة السياسية رغم النجاحات التي وصلنا إليها. فدائماً ما كان يعتقد أن السياسة حكر على الرجال. وكشف كتابه نساء الطغاة للكاتبة الفرنسية ديانا دوكريا جزءاً كبيراً من حياة هتلر ومغامراته الجنسية، بأن الزعيم النازي كان في حياته 3 سيدات، وكان جيلي ابنة شقيقته من أولى العلاقات السادية لهتلر، ما تسبب لها بحالة نفسية سيئة دفعتها إلى الانتحار وهي بعمر 17 عاماً. وكانت المرأة الثانية في مغامرة هتلر هي ماجدا جوبلز، والتي كانت برفقته حتى الدقائق الأخيرة من حياته، إلا أن أطمع هتلر السياسي منعته من الزواج بها، فأجبر وزير دعايته أن يتزوجها حتى يضمن بقائها بجواره. وأخيراً المرأة الثالثة إيفا براون، وكانت امرأة بسيطة صغيرة السن، فلم تكن تجاوزت 17 عندما ارتبط بها هتلر، وقيل بأنها هددته بالانتحار أكثر من مرة بسبب غيرتها عليه. تجدر الإشارة إلى أن هتلر كان معشوق الكثير من الفتيات الألمانيات في عصره، حيث أرسلت أكثر من 30,000 رسالة حب وغرام من فتيات طلبوا الارتباط به. ورغم ما أشيع عن مغامرات هتلر العاطفية، إلا أن الصحيفة البريطانية تلغراف ضربت كل هذه المعتقدات، حيث قالت بأن كتاب آخر أيام هتلر دقيقة بدقيقة ذكر بأنه قد فقد إحدى خصيتيه في الحرب العالمية الأولى، مما تسبب في تغيير ميوله الجنسية وإصابته بالشذوذ، وهذا ما يؤكده دعمه للحريات الجنسية، وكان على رأسهم المثلية الجنسية. حياة عاطفية مضطربة وغريبة بعض الشيء، ولكنها تناسب حياة أشهر طاغية في التاريخ. لكن ماذا لو علمت أن السفاح الدموي الذي تسبب في مقتل 25 مليون إنسان من بلده ودول المحور، وبلغ مجموع ضحايا الحرب العالمية الثانية نحو 60 مليون إنسان تقريباً، يرفض قتل الحيوانات أو تعذيبها، حتى أنه قرر أن يمتنع تماماً عن تناول اللحوم بشهادة الطاهية الخاصة به كونستانز مانزايرلي؟ توقف هتلر عن تناول اللحوم تماماً في عام 1938، وحملت مذكراتها وصفاً دقيقاً للنظام الغذائي النباتي الذي اتبعه. كما كان هاينريش هيملر نبتياً أيضاً متفقاً مع زعيمه هتلر على أنها الطريقة الأكثر إنسانية للعيش. الشائع حول تبني هتلر النظام النباتي أن طبيبه الشخصي اقترح عليه اتباعه كوسيلة غير تقليدية للعلاج من آلام المعدة المزمنة التي كان يعاني منها، خاصة شكواه المستمرة من الغازات. ونجحت هذه المحاولة بعد تجريب ما يصل إلى 28 مستخلصا طبيا لعلاجه، من بينها العلاج عن طريق برز الفلاحين البلغار. برغم أن هتلر كان يعاني من فوبيا القطط، وهو ما كان يعاني منه أيضا الإسكندر الأكبر وموسوليني، إلا أنه فرض بالقانون منع تعذيب الحيوانات أو قتلها، وكان ودودا معها، ونشر له الكثير من الصور رفقة كلاب وغزلان وهو يطعمها، فوضع قوانين تجرم تعذيب الحيوانات والاعتداء عليها والزج بمن يخالف بالمعتقلات، بحسب ما جاء في مذكرات جوزيف جوبلز وزير الدعاية النازي. إن هتلر كان سيمنع المسالخ والتجارب على الحيوانات في ألمانيا بمجرد انتهاء الحرب، وفي سبيل ذلك كان يسعى لأن يتحول العالم كله إلى نباتيين بداية من الشعب الألماني. وفي خطاب له ألقاه في نهاية أبريل من العام 1942، أعلن أنه سيبدأ التحويل الألماني إلى النباتيين بعد انتهاء الحرب. هتلر الذي يكره قتل الحيوانات بدأ خطة لقتل جميع أطفال المعاقين عقليا وبدنيا، ليتبعها في مرحلة لاحقة بقتل البالغين المعاقين، حيث كان يقول أنه يريد أمة معافاة. التناقضات في حياة الزعيم النازي لم تنتهي بعد، فبعد أن انتهى من الثانوية في محاولة منه لتحقيق حلمه، وخلافا لرغبة والده كان يطمح هتلر في أن يصبح رساما مرموقا، لم يكن هتلر يرغب في الوظائف الحكومية العادية، ويقول عن نفسه: أيقنت أنني لن أستطيع الوصول للراحة النفسية في أي وظيفة حكومية، سأكون رساماً، ولن تقدر أي قوة في العالم على جعلي موظفاً. فتقدم إلى امتحان أكاديمية الفنون في فيينا، وكان واثقاً من النجاح،
لدرجة أن نبأ فشله وقع عليه كالصاعقة في سماء صافية. وقد وضحت الأكاديمية فيما بعد أنها رأت فيه معماريا موهوبا، وأن لوحاته التي تقدم بها تبرز موهبته كمعماري لا رسام. فلم يكن لديه المؤهلات الضرورية لكي يصبح رساما، وعلى الرغم من أن رد الأكاديمية بدا مقنعا، إلا أن هتلر لم يتجه للعمارة كما أوصت الأكاديمية، مرفوض من أكاديمية الفنون، فاشل في دراسة الموسيقى. انتهى الأمر بهتلر في بيت للمشردين جائعا فقيرا بائسا، وقد استمر على ذاك الحال أكثر من 3 سنوات، يأكل من بقايا المطاعم ويتسول قوت يومه، ولا يجد لنفسه ما يسد رمقه. تقدير أدولف هتلر للفن لم يمنع من أن يتورط النازيون في أكبر عملية سرقة معقدة للتراث الفني في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، وثمت لوحات وتحف فنية كثيرة ما زال البحث جاريا عنها حتى يومنا الحاضر. رسم هتلر العديد من الرسومات في بداية حياته المهنية، واستمر في الرسم طوال حياته، بينما بقيت محاولاته الفنية في عالم الرسم ذكريات جميلة عن ديكتاتور غريب. والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف تحول هتلر المحب للرسم والموسيقى للسفاح ذي نزعة طهرانية قضت على أكثر من 20 مليون شخص مدني؟ هذا غير الحتمية التي أكد عليها المؤرخ سيباستيان هافنر أن من دون هتلر وتشريد اليهود ما كانت إسرائيل لتظهر للوجود. فلو أن هتلر قبل في أكاديمية فيينا للفنون، ألم يكن قبوله ذاك ليغير وجه التاريخ؟